الحمد لله حبيب التوابين ومجيب السائلين المتقرب إلى عباده مع غناه عنهم بالرغم من إعراضهم عنه مع افتقارهم إليه الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، صلى الله وسلم على إمام أهل الإقبال على الله وأشرف دال على الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك على نهجه وهديه إلى يوم الدين. لعلك قد أقبلت على الله عز وجل بعد المجلس الذي مضى فصليت ركعتين تبت فيها إلى الله، لعل القلب قد استشعر حقيقة الندم وهو حال التوبة ولب التوبة. التوبة الندم، الندم التوبة، ولعلك قد قررت أن تبدأ حياة مع الله عز وجل الجد في السير إليه وعظيم الشوق إلى قربه وأعظم ما يميزها. ومن أقبل على التوبة صدق في طلبها يكون حاله بعد التوبة يختلف عن حاله بعدها. فما حال قلب قد أقبل على الله ونزل بساحة فضله وطلب نظره؟ ما أخبار القلوب التي رجعت من ساحات الفضل لترتقي في معارج الفضل؟ سأل سهل التستري الجنيد: حقا علامة صدق التوبة ألا تنسى ذنبك؟ فقال له الجنيد: بل علامة صدق التوبة أن تنسى ذنبك. قال: كيف؟ قال: ذكر الجفاء في ساعة الصفاء من الجفاء. المعنى أن الصادق في توبته الراجع إلى الله يمر عليه زمان وألم الندم يعتصر قلبه وخوفه من ساعة الوقوف بين يدي الله مع ما كان منه من ذنوب شغله الشاغل، لكنه إن صدق في الإقبال على توبته هذه وبدأ يشق طريقه في السير إلى الله فإنما يواجه قلبه من عطاء الله عز وجل، من صفو تقريب الله سبحانه، من حلاوة الذكر، من لذة الطاعة، يذهب عنه مرارة المعصية وأثرها. فأحوالنا بعد أن صلينا لله تعالى ركعتين تبنى فيها إلى الله تقتضي أن نقبل الآن على قلوبنا. صفحة وطويت. كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: هل قبول التوبة لازم عند حصول التوبة؟ فأجاب: لا شيء يوجب على الحق إلا ما أوجبه على نفسه، لكن اقتضى فضل الله سبحانه وتعالى أن العبد لا يقبل عليه بصدق طالبا التوبة إلا ويقبله الله عز وجل، إلا ويعطيه سبحانه وتعالى، إلا ويغفر له، إلا ويقبل عليه جل جلاله وتعالت عظمته مهما كان الأمر، مهما كان الأمر. ولهذا كانوا يقولون: إن من الذنوب كبائر وصغائر، لكن إن الذنب الذي هو أكبر من بقية الكبائر من الذنوب أن يعظم ذنب في قلبك على مغفرة الله عز وجل. الذنب مصيبة ولا استهانة به. قال: لكن المصيبة الأكبر أن يخطر في قلبك أن ذنبك أكبر من مغفرة الله ومن فضل الله. قال: هذه مصيبة أكبر، أنت أقبل عليه واصدق معه وانظر كيف يقابلك جل جلاله. فيا من صلى لله وتاب وأقبل، هلم الآن إلى الخطوة الأولى في ميدان التوبة بعد الإقبال عليها. البعض يتساءل: نحن الآن في المجلس الرابع وأنت تقول الخطوة الأولى، أيام الباعث كنت تقول الخطوة الأولى، ثم التوبة الخطوة الأولى، الآن بقيت خطوة أولى. السير إلى الله كله خطوة أولى، السير إلى الله كله خطوة أولى،
والخطوة الثانية الانتقال إلى دار رضوانه سبحانه وتعالى، ولكن تفاصيل هذه الخطوة ما نتكلم فيه في مجالسنا. الخطوة التي نقبل عليها الآن بعد تصحيح التوبة والرجوع إلى الله أن نقبل على القلب. القلب، القلب، نعم القلب. لما نبدأ من القلب بعد التوبة؟ القلب لتستشعر طرفا من أهمية شأنه. تأمل قسم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في يمينه، إذا أراد أن يقسم يمينا شديدا كبيرا عظيما، إذا اجتهد في قسمه، إذا اجتهد في يمينه يقول: لا ومقلب القلوب والأبصار. فجعل أعظم ما يقسم به صلى الله عليه وسلم أحوال القلوب مع تجلي الله تعالى عليها. أعظم ما يقسم به تقلب هذه القلوب، تقليب الله للقلوب. لما؟ لأن الله اختار منك موضعا واحدا ليكون محل نظره، وهو قلبك. في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فيك مكان أو موضع اختاره الله تعالى ليكون محل نظره. كل منا، وليس هذا بحرام ولا بخطأ، يحب أن يزين نظر الناس، موضع نظر الناس إليه. يعلم أن الناس ينظرون إلى وجهه، يغسل وجهه إذا استفاق من النوم، يحسن وجهه، يحسن ثوبه، يتأكد من نظافته، يتأكد من رائحته، لأنها محل اعتناء الخلق، محل نظر الخلق. لما؟ لأن للخلق منزلة في قلوبنا. لا بأس، هذه المسألة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله عز وجل في مكانها من هذه المجالس، كيف نتخلص من مرض حب المنزلة في قلوب الناس. لكن لمنزلة للناس، لمكانة للناس في قلوبنا، لاحترامنا للناس، نحن نحسن ونحسن موضع نظر الناس. سؤال: موضع نظر رب الناس، المكان الذي اختاره الله لينظر إليك من خلاله، ما أحوالك معه؟ قلبك. إذا تكلم عن القلب في علم السلوك، في علم السير إلى الله، فليس المقصود به العضلة التي تنبض لتضخ الدم أو تشفط الدم. إذا تحدث عن العقل فليس المقصود به المخ الذي يتلقى الإشارات ويرسل الإشارات. إذا تحدث عن النفس ليس المقصود بها هنا مستجمع الشهوة والغضب. إذا تحدث عن الروح ليس المقصود منها مظهر الحياة والحركة التي نعيش عليها. إذا قيل نفس، قلب، عقل، روح في علم السير إلى الله، فالمقصود به اللطيفة الرحمانية التي ميزك الله بها عن بقية الخلائق. ما الميزة التي تميزك عن الحيوان؟ النطق. كل حيوان ينطق لكن بلغته، وكما أنك لا تفهم لغة الحيوانات الأخرى فهي أيضا لا تفهم لغتك. نعم، ممكن بالتدريب، أيضا متبادلة بين الإنسان والحيوان. الميزة التي تميزك عن بقية المخلوقات هو ما أودع الله فيك من سر الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. سر الأمانة هو المقصود هنا بالقلب، أي موضع القرار فيك. القلب يشتمل على معنيين عظيمين: المعنى الأول إدراك، والمعنى الثاني إرادة. نبسط هذا الكلام. المعنى الأول إدراك، أي نتاج ما يرسل المخ من إشارات، نتاج الذاكرة، نتاج التجربة، نتاج ما تتفاعل به مع ما حواليك، هذا يورث في القلب إدراك. قد يكون هذا الإدراك متسعا، متبصرا، راقيا، يدرك ربط الأشياء بما تؤول إليه، يدرك ربط الدنيا بالآخرة، ربط الخطأ بما سيصدر عنه من نتيجة، ربط الإتقان بما يصدر عنه من نتيجة. هذا قلب متبصر، يدرك أني أمس رفعت صوتي في الموقف الفلاني لأني كنت مغلوبا بالغضب، بينما الصواب أنه ما كان لي أن أرفع صوتي في هذا الموقف. يدرك أنه ما كان ينبغي أن أنظر إلى هذا المنظر. هذا الإدراك المتبصر، أو قد يطمس القلب والعياذ بالله فلا يدرك، لا يبصر. وإذا لم يبصر أصبح إدراكه مربوطا بغيره. ما معنى مربوطا بغيره؟ مربوط بالشهوة، مربوط بالطمع، مربوط بالغضب، مربوط بحب الاستعلاء، مربوط بحب المكانة بين الناس. أصبح إدراك الإنسان مشوش.
هناك من يدرك بنور وببصيرة، يربط الأشياء بما تؤول إليه بالمستقبل، المستقبل الحقيقي، ليس العشر السنوات، العشرين، الثلاثين، الستين السنة، المستقبل اللانهائي. هناك من يربط الأشياء بعمقها، بحقائقها، وهناك من يقتصر على صور الأشياء. هذا الإدراك، ثم بعد الإدراك القرار، الإرادة. بقدر ما يحصل في قلبك من اتساع في الإدراك، ارتقاء في الإدراك، سيحصل في قلبك صحة في القرار، في الإرادة، ارتقاء في الإرادة. رأيت أمامك صديق، التقيت أنت وإياه، تكلمتما، تباسطتما، تضاحكتما، ثم اختلفتما، ثم اشتد الاختلاف، ثم علت الأصوات، ثم أوغرت الصدور، اشتد الغضب، أخطأ عليك زيادة، حصل من الاستفزاز عندك ما جعلك تبتدئ بالتهجم عليه في تلك اللحظة. ما الإدراك الذي يحصل هنا؟ أين الإدراك في هذا الذي يحصل؟ الإدراك محصور على الغضب، على الانتصار للنفس، على طلب التعزز، على طلب الغلبة، على طلب الثار للذات. هذا هو الإدراك الذي الآن يسيرك. إذا رفعت يدك لتضرب، إذا مددت لسانك لتسب وتشتم، ما الذي يقودك؟ ما الذي جعلك تقرر؟ الإرادة التي حصلت في قلبك عندما سببت أو شتمت أو ضربت أو أسأت أو أخطأت في تلك اللحظة، القرار، الإرادة التي حصلت، ما كان أصلها؟ ما كانت مقدمتها؟ ما الذي أوصلك إليها؟ شيء واحد، الإدراك. إدراكك في تلك اللحظة كان محصوراً على الغضب. أنا أهانني، ينبغي أن أحافظ على كرامتي، ينبغي أن أثبت له أنني لست بضعيف، ينبغي أن أوقفه عند حده. هذا الإدراك الذي كان موجودا. يقابل هذا الإدراك، حصلت خصومة، حصل انفعال، تذكرت أن الله عز وجل يحب من العبد أن يكون حليما، بدأت تواجه الغضب الذي في داخلك، لا تواجه الإنسان الذي أمامك. تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، فإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. هذه بصيرة، بدأت تدرك شيئا من داخل قلبك، من داخلك. هذه البصيرة، أن النبي ما كان يغضب لنفسه، أن الحلم يحبه الله، ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. نفسك قالت لو سكتت سيهينك، سيستضعفك، سيدوسك. وجاءك حديث رسول الله ببصيرة مخالفة لما تبصره نفسك، لما تقوله نفسك. جاءك حديث رسول الله يقول لك ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. ما الذي حصل هنا؟ البصيرة هذا غيرت القرار، غيرت الإرادة التي في القلب. ما الذي سينتج عن ذلك؟ تقول جزاك الله خيرا، سامحك الله، عفى الله عنك، وهو يزيد في غضبه، جزاك الله خير، طيب أنا انسحب، أنا المغلوب، شكرا، بارك الله فيك، وتنصرف. القرار هذا الذي يرضي الله عز وجل صدر عن ماذا؟ عن العقل، المخ فقط الذي يرسل الإشارات ويرد وحده، عن النفس التي بطبيعتها يغلب عليها الغضب. عن ماذا صدر؟ عن شيء اسمه القلب، وهو الذي ندخل من هذا المجلس إلى ميدان الحديث عنه. القلب موضع البصيرة، العلم، الإدراك، وموضع الإرادة، القرار، سأتصرف بكذا، تكون ردة فعلي أمام كذا كذا، ستكون نيتي من هذا العمل كذا. يذكرون عن رجل من الأخيار من التجار أنفق أموالا طائلة لبناء مسجد في بلدة تحتاج إلى هذا المسجد، بلد تحتاج إلى المسجد، وكان يعطي المال لوكيل من أهل البلد، وكله على القيام على المسجد، وكان الناس في البلد يرون الوكيل خارج، الوكيل راجع داخل يتكلم يحاسب العمال، فصارت الناس تقول مسجد فلان، يقصدون بذلك من؟ الوكيل، هم ما رأوا الذي أنفق، التاجر، مسجد فلان، مسجد فلان، حتى شاع بين أهل البلد أن المسجد مسجد فلان. بلغ الخبر إلى بعض أعيان البلد، فذهبوا إلى الرجل الذي أنفق، قالوا في الحقيقة أنت لم تنصف، الناس صاروا ينسبون المسجد إلى الوكيل الذي أنت وكلته، ونحن نريد أن نجمع أهل البلدة ونخبرهم أنك أنت الذي بنيت المسجد. قال لا تفعلوا، هنا قرار، ها، إرادة، لا تفعلوا. قالوا لماذا؟ نحن نريد أن نحق الحق. قال لأن الذي بنيت المسجد من أجله يعلم أنني الذي بنيت المسجد. من أين جاء هذا القرار؟ من أين جاءت هذه الإرادة؟ من أين جاءت هذه المبادئة من هذا الرجل؟ جاءت من إدراك في قلبه، من بصيرة. هذه البصيرة التي تحصل في القلب، مقصود المريد السائر إلى الله الذي يريد الآخرة أن يرتقي به. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
ثم يأتي الحديث القدسي الصحيح في البخاري وفي غيره: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. من الذي يقول هذا الكلام؟ رب العزة. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولسانه التي ينطق بها، ورجله التي يمشي بها. لسانه ليست في البخاري، في رواية أخرى: ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه، كنت بصره. إذن هو يسمع ويبصر بالله سبحانه وتعالى. ما عظمة إدراك هذا القلب! هذا الذي نتحدث عنه في هذا المجلس. القلب ليرتقي في ميدان الإدراك، وبالتالي يرتقي في القرار في الإرادة، يحتاج إلى شغل. الشغل هذا هو السلوك، هو السير إلى الله عز وجل. أول أمر يحتاج إليه القلب أن تغلق منافذ الظلمة عن القلب، منافذ التلويث التي تقذر القلب، توسخ القلب. عندما تكون هناك حجرة لها نوافذ مفتوحة وهناك عاصفة رملية، ما الذي يحصل للحجرة؟ ها؟ تمتلئ غبارا. جئت بمكنسة كهربائية والمنافذ النوافذ مفتوحة والعاصفة تهب، وأنت عندك مكنسة كهربائية من أقوى نوع، مكنستين، ثلاث مكانس كهربائية، 10، والكل يشتغل على التنظيف والنوافذ مفتوحة، هل ستتنظف هذه الحجرة؟ تتنظف؟ لماذا لا تتنظف؟ لأن المنافذ التي يدخل الغبار والوسخ من خلالها مفتوحة. قلبك هكذا. القلب له أمراض، من أمراض القلب الخطيرة: الحسد والرياء والكبر، العجب، حب المنزلة بين الناس. هذه أمراض عافانا الله وإياكم منها، وسيأتي الحديث عن التعامل معها إن شاء الله عز وجل في المجالس المقبلة. هذه عملنا في هذه المجالس. لكن قبل أن نبدأ في قضية الكنس، تنظيف للحجرة، ينبغي أن نبدأ أولا بإحكام المنافذ. المنافذ التي تدخل على القلب من خلالها الظلمات نوعين: منافذ محسوسة حسية، ومنافذ معنوية لا ترى ولا تحس. النوع الأول المنافذ المحسوسة: البصر والسمع والنطق. السمع والبصر والنطق، العين والأذن والفم، هذه منافذ مفتوحة على القلب. كيف تكون منافذ مفتوحة؟ ما تنظر إليه ينطبع بسببه صورة منه في قلبك تماما، تلتقط الصورة وتودع في قلبك، في ذاكرة القلب تحفظ. إن نظرت إلى شيء ظلماني انطبعت صورة ظلمانية في قلبك، نظرت إلى شيء نوراني انطبعت الصورة النورانية في قلبك، نظرت إلى شيء لا ظلماني ولا نوراني، شجرة أو بيت أو حديقة أو نهر يسير، نقول بأي زاوية نظرت؟ نظرت بزاوية التفكر في عظمة من خلق هذا، هذه نافذة نورانية تدخل، نور يدخل إلى قلبك. نظرت نظرة غفلة، مجرد نظر، وحتى شغلتك عن قيام إلى صلاة أو إلى عمل بر أو معروف صارت ظلمانية. هذه تحمل المعنيين، الحال الذي تنظر به. العين تؤثر على القلب. نعم، العين تؤثر على القلب. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم. قال الله تعالى: من أركها من مخافتي أبدلته بها حلاوة يجدها في قلبه، أو كما جاء في الحديث القدسي. معنى هذا الكلام أن النظر مؤثر على القلب. هذه أول نافذة تحتاج إلى ماذا؟ إغلاق؟ تمشي مغمض؟ لا، تحتاج إلى فلتر. انظر على أي حالة. القلب هو الذي يقود النظر. الناس في هذه المنافذ نوعان: نوع المنافذ تقود القلب، كل شيء ينظر إليه، حرام، حلال، يجوز، ما يجوز ينظر إليه، وبالتالي القلب صار تبعا لنظره. ونوع آخر لا، العكس، النظر تبعا للقلب. إذا أراد أن ينظر، ما المقصود من النظر؟ قلبه الذي يملي عليه ماذا ينظر وكيف ينظر وإلى ماذا ينظر. هناك ثلاث أنواع من النظر حرام، هذه ينبغي خلاص السالك إلى الله قرار يتركها، لن تنظر إليها، قررت أن لا تنظر إليها. النوع الأول النظر المتعلق بالشهوات، نظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل، هذا حرام. في الطريق، في التلفاز، في الإنترنت، في الشبكة، هذا خلاص السالك إلى الله قرار، لن أنظر بعد هذا اليوم، لن تنظر بعد هذا اليوم إلى هذا النظر. النوع الثاني من النظر، النظر إلى الدنيا بعين التعظيم. ما معنى النظر إلى الدنيا بعين التعظيم؟
ليس من الخطأ أن تنظر إلى منظر خلقه الله فيه جمال بعين الإجلال، هذا صنع الله، خلق الله. لكن الإشكال عندما تنظر إلى شيء من مناظر الدنيا بعين التعظيم لذاتها، نظرت إلى برج عالي، عمارة كبيرة، انبهرت 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 إلى الحد الذي صارت أمالك منعقدة على أن يكون لك مثل هذا البرج وحسب، خلاص هذا أجل ما تبحث عنه، هذا انبهار، افتتان. نهينا أن ننظر إلى الدنيا بعين التعظيم، حرام أن ننظر إلى الدنيا بعين التعظيم، خذها وتعامل معها. ليس من الخطأ أن تسعى أن يكون لك ملك برج، تمتلك سوق على وجهه، لكن لا يكون في قلبك تعظيما له. أن تنظر إليه بعين التعظيم معنى هذا أنك ستسخر قلبك له، ستسخر ما تريد له، وقتك، جهدك، مبادئك كلها ستتحول إلى هذا إذا أصبح هذا هو مقصودك. فصار عندنا النظر الذي فيه الشهوات الغريزية، والنظر الثاني ما هو؟ إلى الدنيا بعين التعظيم. النظر الثالث الممنوع النظر إلى أحد من الخلق، من البشر، من المخلوقات التي خلقها الله بعين الاحتقار. تنظر إلى شخص تحتقره، لماذا تحتقره؟ أقل منك في المال، استحي استحي، أنت سالك، أنت مريد لله، تريد تقترب من الله، وتنظر إلى أحد من الناس بعين الانتقاص لأن لديك مالا أكثر منه. المال هذا حلاله حساب وحرامه عقاب. أو رأيت أن عندك علم أكثر منه، مسكين، العلم هذا إما حجة لك أو حجة عليك، سيسألك الله عز وجل. ويل للجاهل حيث لم يعبد الله مرة، وويل للعالم حيث عصى الله ألف مرة. بماذا ترى لنفسك فضلا عليه؟ بجاه ونسب؟ أبو لهب أعلى نسبا منك، لم ينفعه نسبه، نحب آل البيت ونقدرهم، لكن النسب وحده لا يكفي إذا انفصل عن الدين. بماذا ترى لنفسك فضلا على غيرك من الناس؟ تعال، بطاعة، انتبه أيها المريد، لا تنظر إلى مذنب أو إلى عاصي بعين انتقاص، هذا مزلق خطير، هذه نظرة محرمة تؤثر على القلب، يظلم بسببها القلب، تدمي القلب ظلمة. نظر عابد بني إسرائيل، رجل عبد الله ما عصاه قط سنوات طويلة، 500 سنة ما عصى الله قط، نظر عابد بني إسرائيل إلى فاسق بني إسرائيل لم يطع الله قط، هذا جاء من جهة والآخر جاء من جهة، فلما نظر كل منهما إلى الآخر أعرض كل واحد منهما عن الآخر، لكن على أي أساس؟ العابد أعرض استكبارا على العاصي، لا يغفر الله لفلان أبدا، رأى نفسه أفضل منه بمال عبادتك، العبادة إن صحت تزيدك تواضعا وانكسارا، هذا تكبر بعبادته، والعاصي أعرض الفاجر، لكن على أي نية؟ حياء من الله عز وجل. لما أعرض عن العابد قال أستغفر الله، من أنا حتى أقابل هذا الرجل الصالح العابد، أنا الفاسق. كان هذا العابد من عباد بني إسرائيل، من الكرامات التي نالها من حسن عبادته أن السحابة كانت تظله إذا مشى، إذا جاء في النهار في الشمس تأتي سحابة على رأسه تظله، فلما التقى مع الفاسق فأعرض تكبرا على الفارق، الفاسق، الكلام هنا عن النظر، نظر إليه نظرة استكبار، وأعرض الفاسق حياء، عندما افترق تركت السحابة العابد وتبعت الفاسق تظله بعد ذلك. ما السبب؟ أنه نظر نظرة احتقار. فلا يجوز لك أن تحتقر أحدا، احتقر المعصية لكن لا تحتقر العاصي، احتقر الكفر لا تحتقر الكافر، لأن الذات التي تحتقر في الكفر هي الذات الكافرة. من هي الذات الكافرة؟ التي تموت على الكفر، لكن ما دام لا يزال على قيد الحياة هذا لا يحتقر، لأنك لا تدري على أي حالة سيموت. إذا لا يجوز لك أن تحتقر أحد من المخلوقين. لدينا 3 أنواع من النظر، من الليلة نغلقها عن القلب حتى لا يظلم هذا القلب: النظر إلى الغريزي القائم على الشهوة، إلى العورات، النظر إلى الدنيا بعين التعظيم، النظر إلى خلق الله بعين الاحتقار. هذه 3 نوينا أن نتخلص منها، نستعيض عنها بنظر يصب إلى القلب بالتنوير. هذا النظر الذي يصب إلى القلب بالتنوير النظر إلى ما أباح الله لنا النظر إليه بعين التفكر، والنظر إلى الوالدين، إلى العلماء، إلى إخواننا في الله بعين المحبة، والنظر إلى العاصي بعين الشفقة، والنظر إلى الطائع بعين الإجلال. هذه أنواع من النظر، النظر إلى صفحة المصحف، هذه أنواع من النظر يستنير القلب بها. هذا منفذ من المنافذ 3 الحسية في حديثنا عن القلب في هذا المجلس، ينبغي أن نتنبه إليه. إذن نراجع سريعا في نهاية مجلسنا،
في مجلسنا تكلمنا عن أن ثمرة التوبة تحصل في القلب بانتهاضة إلى الطريق، هذه الانتهاضة تجعلنا ننشغل بالقلب. القلب مهم لأنه محل نظر الرب، ومن أهمية القلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في القسم يقول لا ومقلب القلوب، إذا لتقليب القلوب خطورة وأهمية ينبغي أن يعتني بها السالك إلى الله، اهتم بها في سيرك إلى الله. واتفقنا أن القلب يحتاج إلى ضبط المنافذ حتى نكف المشوشات والظلمانيات عن قلوبنا، ثم نقبل على القلوب لنطهرها بإذن الله عز وجل. واتفقنا أن المنافذ نوعين، منافذ حسية ومنافذ معنوية. بدأنا في المنافذ الحسية، أول منفذ هو العين، اتفقنا أن نضبط النظر، غض البصر. ستخرج إلى الشارع بعد سماعك هذا المجلس سترى متبرجة، أو ستقلب القناة إذا كنت تشاهد الآن هذا المجلس سترى منظرا أنت تعلم أنه لا يرضي الله أن تنظر إليه. من الآن يا أيها المريد لك ضابط من المراقبة لله، حافظ على عينك، عينك غالية. أختم الكلام بكلمة، عينك غالية. تعرف لماذا هي غالية؟ لأن الله خلقها لتنظر إلى وجهه الكريم. يا من أوجد الله فيه عضوا خلق للنظر إلى وجهه الكريم، صن هذا العضو، فإن وجه الله كريم أكرم من أن يباح لعين رضي صاحبها لها أن تتقذر أو أن تقذر قلب صاحبها. لكن غسلها الليلة بدمعة من خشية الله، وأعزم على أن تحفظها.